التربية والتكوين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد باشا بولمان، السيد رئيس دائرة بولمان، السيد مدير إقليمي للتربية والتكوين، السادة مدراء التربية والتكوين للحاجب وصفرو فإفران عفوا سيدي مونوريل، السادة مدراء المؤسسات ومديري المؤسسات ومدارس والمعاهد التابعة للتعليم العالي، السيد رئيس بلدية بولمان، السادة رؤساء جماعات الترابية لبولمان، السيدات والسادة الحاضرون الأطر وأعضاء الجمعيات، بطبيعة الحال الجمعيات ديال الآباء وأولياء التلاميذ وجمعيات النقل والمجتمع المدني، يسرني أن أرحب بكم جميعا وسعيد جدا أن نلتقي في هذا اليوم الافتتاحي للنسخة الثالثة الإقليمية حول الدراسات والتكوينات والمهن تحت شعار التوجيه المدرسي والمهني والجامعي رافعة لتعزيز أثر النجاح لدى المتعلمات والمتعلمين، والتي تنظمها جمعية ملتقى أدراب بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ببولمان وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم بولمان. يأتي هذا الوصف التربوي وعيا منا بدور العمل الجمعوي الهادف في المساهمة في تحقيق مدرسة الجودة، وهذه المحطة هي سيرورة لتجربة راكمتها جمعية ملتقى أدران ميدانيا على امتداد قرابة 20 سنة في تنزيل وأجراءات وتحقيق أهداف وشراكات واتفاقيات والتزامات الجمعية لفائدة مختلف الفئات العمرية لساكنة إقليم بولمان العزيز، حيث تنوعت هذه الأنشطة لتلامس عددا من المجالات ذات البعد الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي والتنموي. نذكر منها مهرجان أدراب الثقافي، التوثيق للثقافة، اللغة الأمازيغية، تشجيع البحث، التراث المادي واللامادي للمنطقة، قوافل وحملات طبية، السياحة الجبلية، المجال الجمعوي والتعاوني، مساعدات الشباب على الاندماج في سوق الشغل، تنظيم تظاهرات ودوريات في الرياضات الجماعية والفردية، ومواكبة الجمعيات والتعاونيات. وإيمانا منا بمسؤولية المجتمع المدني في الرقي بالمنظومة التربوية ببلادنا، والتي يضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية لبلادنا، وسعيا منا كجمعية لمساهمة في تحقيق المدرسة الجودة ببلادنا، تمحورت أهم تدخلات الجمعية في 3 برامج تتقاطع ومشاريع الخارطة للطريق 2022-2026 لإصلاح المنظومة التربية والتكوين، وهي التربية الدامجة، سير قاعات الدعم والموارد بالمدرسة المركزية ببولمان التي تقدم خدمات طبية وشبه طبية ودعم نفسي لفائدة التلميذات والتلاميذ الاحتياجات الخاصة. تنزيل مكون التوجيه والدعم النفسي، الموضوع اتفاقية الشراكة بين الجمعية والمديرية الإقليمية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023، حيث يعتبر هذا المنتدى إضافة إلى الخدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه التي توفرها المؤسسات التعليمية وكافة المتدخلين لفائدة التلميذات والتلاميذ الإقليم، وخاصة الذين يتابعون دراستهم بالسنة الثانية بكالوريا بمختلف المسالك الدراسية التي يوفرها العرض التربوي الإقليم، ويهدف فرصة لمساعدة التلميذات والتلاميذ على تدقيق مشاريعهم الشخصية والتعرف على قرب على العروض الدراسية والتكوينية التي توفرها مؤسسات التعليم العالي. ويتعلق المحور الثاني في الاتفاقية الشراكة بمحور الدعم النفسي والمدرسي للتلميذات والتلاميذ الثانوي الإعدادي، ويستهدف هذا المشروع 500 تلميذة وتلميذ من المتعثرين والمهددين بالهدر المدرسي والمنتميين ل5 مؤسسات إعدادية موزعة على 5 جماعات ترابية بإقليم بالعالم القروي. وقد عرف تنزيل مضامين هذا المحورين
خلال سنة 2023 و2024 مجموعة من المحطات نذكر منها الاحتفاء بتلميذة نزهة غريميا من جيجو الحاصلة على المرتبة الأولى وطنيا في المسابقة الثقافية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بموسم برسم السنة الدراسية 2022-2023. تنظيم الأيام التكوينية المجانية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتميزين بالإقليم والمقبلين على المباريات الولوج المؤسسات والمعاهد التعليم العالي في يوليوز 2023 بمقر الجمعية والثانوية الإعدادية المختلطة ببولمان. تنزيل مكون الدعم النفسي حيث تم تشغيل 5 طالبات حاصلين على الإجازة لتنشيط حصص النفسي لفائدة التلاميذ المستهدفين حول المهارات الحياتية، وقد تم انتقائهم بتنسيق مع الوكالة الوطنية للإنعاش والشغل والكفاءات، كما عملت الجمعية على تكوينهم ومواكبتهم. تنزيل مكون الدعم التربوي في الرياضيات، علوم الحياة والأرض، الفيزياء واللغة الفرنسية والتواصل، النسخة الأولى لأيام الإعلامية للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي تحت شعار التوجيه المدرسي ناجح لمشروع شخصي هادف بثانوية أبو بكر الرازي التأهيلية بجيجو في أبريل 2023. المنتدى الإقليمي الثاني حول الدراسات والتكوينات والمهن المنظم في ماي 2023 بمقر الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تحت شعار التوجيه المدرسي والمهني والجامعي رافعة للارتقاء بجودة المنظومة التربوية والتكوين. تنظيم أيام تكوينية مجانية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتميزين بالإقليم الحاصلين على البكالوريا بدورة يونيو 2023 ومقبلين على مباريات ولوج المؤسسات والمدارس والمعاهد التعليم العالي، وذلك بمقر الجمعية والثانوية الإعدادية المختلطة في يوليوز 2023. عقد اجتماعات موسعة مع شركاء ومتدخلين لتقييم وتجويد تنزيل البرامج، وتستمر الجمعية ملتقى أدرا في مواصلة الوفاء بالتزاماتها في إطار تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة بين جمعية ملتقى أدرا بولمان والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادي ببولمان بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بولمان برسم سنة 2023 بمكونها التوجيه المدرسي والمهني والجامعي والدعم التربوي والنفسي، حيث يواصل الأساتذة المكلفون تقديم حصص للدعم التربوي لفائدة التلاميذ والمستهدفين بالمؤسسات التعليمية الخمس المعنية بالبرنامج وفق برمجات زمنية محددة، كما تواصل الأطر المكلفة بتقديم حصص الدعم النفسي تنشيط هذه الحصص حول المهارات الحياتية والتقنيات التواصل باللغة الفرنسية لفائدة هذه الفئة من التلميذات والتلاميذ. وسنحتفل اليوم بمجموعة من التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برامج الدعم والتي حققوا نتائج مشرفة خلال الأسبوع الأول من السيرة الدراسية الحالية، بالإضافة لمجموعة من الأطر التربوية الذين قدموا ويقدمون خدمات نبيلة للتربية الناشئة والرقي بالمنظومة التربوية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي. كما أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بولمان الذي خص هذا المشروع بعناية ودعم كبيرين، والمدير الإقليمي السابق والحالي لمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي الماضي والحالي بعملة إقليم بولمان السيد رئيس مصلحة التأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه لمديرية السلطات المحلية وكذا رؤساء الجماعات المحلية والسادة المستشارين في توجيه التربوي والسادة المدراء والأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية والسادة المواكبون التربويون السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة والمؤطرين أعضاء جمعيات الآباء أسر التلميذات والتلاميذ جمعيات المسيرة للنقل المدرسي أطر جمعية ملتقى أدراب وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل. والشكر خاص لرؤساء ومدراء مؤسسة التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر والأساتذة والأطر الإدارية والطلبة وبهذه المؤسسات الذين لم يبخلوا على تلميذات وتلاميذ هذا الإقليم
لتقريب العرض الدراسي والتكويني لهذه المعاهد والمدارس والجامعات بالقطاع العام والخاص، وتحملوا عناء السفر لتقديم هذه الخدمات النبيلة. أملنا أن نكون قد وفقنا لتحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها الاتفاقية الشراكة المشار إليها أعلاه، وأن تكون مساهمتنا في الرقي بالشأن العلمي بالإقليم ذات قيمة مضافة وتحقيق الآثار والجودة المنشودين من المنظومة التربوية والتكوين ببلادنا. آملين أن نلتقي في محطات مقبلة وإن شاء الله في النسخة الرابعة لهذا المنتدى الإقليمي حول الدراسات والتكوينات والمهن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.